وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا ولا جابينا واهد بنا يا ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. نقطة دائما أرجع إليها هي أنا طبع برجيبة وبن علي ومن سبقهم في البهتان والإفساد وتخريب البلاد وحرق البلاد وإفساد النسل وحرقه، هو طابع هذا جني، كأن التوانسة يحبوا اللعنة تلحقهم أبد الأباد على عكس ما يريده رب العباد من الهداية لهذا الشعب. فالطابع ماذا ترك؟ ترك كثير من الشر، وقلنا ألوان الشر لا تعد ولا تحصى. من جملة ما ثم كثرة مهرجانات، مهرجان يعني ما قيدوا كان الجان ترتب بهم العلاقة، اختلف القرآن قالك علاقة بهم بها مشاكل، انت ببالك تستمتع به الجان، فإذا به يورتك مع رب الإنس والجان، هذه التوانسة مش قاعد ياكو إلا من رحم ربنا. دوك المهرجانات هذية من تجيب لكم البلاء أكثر ما تتوقعوا، وقتلين في العينوت وفي تحت سخط المولى، وباقي تزيدوا تعمل بالجديد يابا سخطاكم. هذا المهرجان فيه؟ فيه طاعات، ضبطوا ضبطوا روحكم، فيه طاعات، فيه قربان لله، فيه لبيك اللهم لبيك، فيه ذكر الأبطال الأنبياء عليهم السلام، فيهم طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو من مشهور عظم قدره عند الرحمن، وهو خليل الرحمن. عندكم شيء من في المهرجانات من هذا؟ احنا مرينا كان الهبال وقلة الأحوال الطيبة وقلة الأحياء وسعه الرقعة، وشكون يسر على هالمهرجانات هذه للتهريج باش يزيدوا ظلوا الناس اللي مازالوا في النوم الطويلة، مازالوا يلوجوا السكر تطوال كما جماعة إسبانيا قبل. استنى نكمل المشوار حتى جاء مشوار مكان فيه كان النار عياذ بالله، وتذكروا محاكم التفتيش والهروب بالجماعة والجماعة، وبعد استقر الأغلبهم في المغرب والجزائر وتونس والمجر. هكا كل دروسك ما اعتبرتوش بها، وشكون قال يسهر على كل هالإلهاءات هذه الشيطانية؟ أما خذ ذكر ولا رجل ليس برجل بل هو متخذ، ولا مرة ليس المرة بل هي مسترجلة. وهؤلاء الجماعات ومقدر هذه الجماعات ومقدر تونتها وقعتها وقبحها، هؤلاء هم عناصر يخدموا مع بورقيبة ومطبوعين وشربوا في قلوبهم البورقيبية والعلوية، والعلوية متاع إيران زادوا أشربوا شرق وغرب أشربوا كثير، وسيرون من الله سقطا لم يكن في العثمان، وليحسب أحد يفضل. إذا احذروا الأموال التعليقة تمشي للمهرجة هذه أموال، وتكون سبب جلب المغفلين حتى من قاع الدنيا. جي اسمع وفي كندا اسمع في تونس ما نافع مهرجان كرتاج، ورينا كل فضائع بتاع مهرجان كرتاج، وكل المفتون وش عمل وبقى وكيف بيكشفوا كيفاش تحرق الى تيغريي. هذا كل ما يراهوش التوانسه، ما يراهو كان ما زينوهولو باش يزيدوا عبوديه لغير الله، وهذا تعقيد كبير، وهو نذير شؤم. اللي اذا كان التوانسه ما يقوموش بواجبهم نحو الله ويستغفر مولاهم، مش يقع فيهم رجس كبير والقش القش من السماء من امراض عاتيه قاهرة ساحقة مكلفة مشوية انديكابونت على الاكستريم. والسلام على المتابعة.